أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هناك فرق بين التولي والموالاة؟ لم نجد بينهما فرقا. من يتولهم فإنه منهم، تولهم منكم، تولي والموالاة بمعنى واحد، كله مصدر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: التولي مصدر تولى توليا، والموالاة مصدر والى يوالي موالاة، كلاهما مصدر من مادة واحدة وهي محبة الكفار. نعم.